السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من سلسلة اربح الانترفيو. معاكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتكلم على انك لازم تكون مختصر ومحدد. من ضمن الاخطاء المرتكبة في الانترفيوهات عادة ان تقوم بالرد على سؤال لم يقم بطرحه المحاور، او تذهب بالاجابة بعيدا عما يطلبه من سؤال. زي مثلا يسألك سؤال فانت مش عارف اجابته، او حتى عارف اجابته ولكن هو عاوز ترد على سؤال انت محضره في التدريب في الانترفيو، فهو بيسألك فتروح واخد الاجابة وتجاوب له، بعد كده تقول له وبعد كده انا رحت ما اعرفش. هو على فكرة سألك سؤال محدد، هو مثلا سألك انت ليه سبت الوظيفة السابقة، فانت رديت عليه، فانت تروح بقى تجود تقول له لا انا كمان سبت الوظيفة اللي قبلها عشان كذا، والوظيفة اللي قبلها عشان كذا، وكمان بقى عشان انا اتدربت اثناء الجامعة على كذا. لا، هو على فكرة سألك سؤال محدد، فكن محدد ومختصر. المشكلة ان في الردود دي انه بيظهرك اولا بمظهر انك بتتهرب من الاجابة على السؤال المطروح، يعني ان انت بتكروته، او ان انت بتحاول تهرب، وفي علة او في مشكلة انت بتحاول تهرب منها. وسيقوم عادة، يعني انت لو جيت سألك سؤال وانت ما ردتش عليه، او رددته بكروتة، او انت مش عارف الرد، او بتقوله لا انا لا قبل كده، هيقوم بقلب السؤال مرة اخرى وهيسألك، او ممكن يحرجك يقولك على فكرة حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال بتاعي، فده هيمثلك احراج كبير في الانترفيو وهيقلل من منظرك قدام. فهيقول لك مثلا، او ممكن يقلب السؤال يقول لك طب انا برضك بسألك يعني ايه ليه حضرتك سبت الشغل في شغلك السابق، فتقعد تهرب مرة تانية بالشغل اللي قبليه والشغل اللي قبليه، او تهرب بأسئلة وتتعدد. لا، لازم حضرتك تكون مختصر ومحدد وتجاوبه على النقاط اللي بيقول لك عليه. ثانيا، ان كل تجويد وزيادة في الرد بيكون معها زيادة اخرى في الأسئلة وتفتيح مواضيع انت لست متدرب عليها. يعني هو سألك انت ليه سبت الشغلانة السابقة، فانت قلت له لا ده انا كمان سبت الشغلانة اللي قبلها عشان كذا، والشغلانة اللي قبلها عشان كذا، اما بقى الشغلانة اللي قبلها خلاص بقى عشان كذا، وايام الجامعة بقى عشان كذا. فهيجي يقول لك طب حضرتك طب اللي قبلها طب ايه اللي كانت المشكله، طب اللي قبلها بقى خالص طب ايه كانت المشكله، طب ايام الجامعه طب ايه كانت المشكله. بدل ما كان هيسالك على سؤال واحد، انت فتحت له مجموعه واسعه من الاسئله ابدا اهرب فيها ولايص. مثال، في حاله سؤالك مثلا على البرامج اللي انت بتستخدمها في شغلك، او اكتر برامج انت بتستخدمها في شغلك السابق، لو انت مثلا شغال في الاي تي او شغال في الداتا اناليسيس، في مجموعه من البرامج انت شغال عليه، فالبرامج مثلا هيقول لك انت كنت شغال على ايه، فانت مثلا ممكن تقول له انا شغال على البرنامج كذا، وشغال على البرنامج كذا، وشغال على البرنامج كذا، نقطه. مش هتقول له بقى انا شغال على البرامج دي كلها والبرامج دي كلها والبرامج دي كلها، لا، هو بيقول لك البرامج اللي انت بتشتغل بيها بايدك اكتر حاجه انت بتشتغل بيها، ودايما رتب له اهم 3 برامج. يعني مثلا مش هتقول له انا بقدر افتح الكمبيوتر وبستخدم الماوس، لا، قول له انت مثلا بتشتغل على الاوفيس، ان انت مثلا شغال مثلا على السيكوال، شغال مثلا على يعني الديتا اناليسيس، لو انت عندك برنامج انت شغال عليه، او برنامج محاسبي، او برنامج لمراجعه، دايما استخدم له الحاجات دي. مش هتقول له مثلا النت، او ان انت مثلا تجيب له الرسام، او حاجات مثلا ادوبي بريميوم. هو على فكره ما سالكش عن انت بتشتغل في الفوتوشوب ولا لا، هو بيسالك على البرامج المحاسبيه والحاجات اللي انت مرتبطه بالشغلانه اللي انت هتقدم عليه، فدايما اربط له بالبرامج دي. طيب انت بقى سالته فقال قلت له لا انا بقى شغال على الادوبي بريميوم، وشغال على الفوتوشوب، وشغال او شغال كمان على الاوفيس والسيك اللي هو اصلا بيدور عليهم، فهو ممكن يقول لك طب بخلاف دول انا عاوزك تشرح لي مثلا ازاي بتعمل برنامج الفوتوشوب، فهو هيحاول يوقعك لان انت بتديله شريحه واسعه جدا من الاسئله، وقد يبدو ان انت بتهرب من السؤال او بتتعالى عليه. ولذلك لو مثال اخر، tell me a situation when you have to make a quick decision، ده سؤال بقى شخصي. لو انت مثلا جيت وقال لك احكي لي موقف، انا بس مش بتكلم ان انت تكون مختصر ومحدد على البرامج او الاسئله بس، ولكن في بعض الاسئله اللي انت بتحكي فيها مواقف، هو قال لك tell me a situation، موقف واحد كنت انت فيه محتاج ان انت يكون عندك quick decision او قرار سريع، فانت المفروض هتقول له قصه واحده بس، لانه على اساسها هيسالك، هيقول لك مثلا طب انت عملت ده ازاي، طب ايه الخطوات اللي انت عملتها. اما انت قلت له لا دي قصه واثنين وثلاثه واربعه، فانت بيبان انت بتضيع وقت الانترفيو، بتضيع وقتي ووقتك، وبتحاول تتهرب من الاسئله وبتشغلني على الفاضي. مثال اخر، زي ما احنا قلنا بيسالك مثلا على برنامج الاكسل، هو اوريدي محدد لك برنامج معين، قال لك مثلا ازاي مثلا تعمل بيفت تيبل على الاكسل، وفتح لك الاكسل، فانت بعد ما عملتها قلت له اه لا ده انا كمان عاوز اقول لحضرتك ان انا كمان بعرف اشتغل على السيكوال، بعرف اشتغل على الباوربوينت، بعرف اشتغل كويس قوي على الوورد. على فكره هو سالك على السيكوال، فكن محدد. لو هو هيسالك على الحاجات التانيه كان سالك عليها، فارجوك ما تجودش وما تظهرش مظهر اللي انت بتحاول تهرب من الاسئله او عليك عفريت، حتى لو انت فاهم في البرامج دي فعليا، ما تجودش وما تهربش من الاسئله، لان هو بيسالك اسئله محدده هو عارف هو عاوز منها ايه، فارجوك بلاش تجود وتظهر مظهر الذي يعني عارف كل حاجه والفاهم كل حاجه والمتعالي على الانترفيور. واهم شيء ان انت تكون صادق
ومتمتع بالامل والسلوك الايجابي. ارجوك خلي عندك امل وخلي عندك سلوك ايجابي وثقه، ويتحدث باحترام للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.